تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم لمعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجلسين الذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي. وقد أعرب جلالته عن اعتزازه بالدور الهام الذي تطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعزيز مساهماتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني قضايا المجتمع البحريني. أضاف جلالته أن البحرين تنعم بالازدهار والتقدم بحمد الله وبفضل تكاتف الجميع، وأن إسهامات المواطن والأسرة البحرينية هي داعم لهذا النجاح. وقال جلالته خلال اللقاء: إلا ما تنجزونه بتوافقكم الرأي المشترك والتشاور، حققت البحرين خطوات كبيرة نحو التقدم في مجتمعنا القائم على المحبة والاحترام المتبادل بين الجميع وبتكاتفهم وترابطهم، مؤكدا رعاه الله دعمه المستمر لمجلسي الشورى والنواب لكل ما فيه خير الوطن والمواطن، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مسار العمل الديمقراطي. أشاد جلالته بالإنجازات والمكاسب العديدة التي حققها المجلسان وبدورهما المحوري في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتدافع عن قضايا الوطن ومصالحه في كافة المحافل الدولية، بالإضافة إلى مد جسور التعاون وتوثيق روابط الصداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. منوها جلالته بما تضمنه تقريري مجلسي الشورى والنواب من إنجازات بناءة تهدف لتطوير الأداء التشريعي والرقابي. أكد جلالة الملك المفدى أن البحرين ماضية بعون الله في طريق العمل والإنجاز ومواصلة دعم المسيرة التنموية، متطلعا إلى أن يشهد دور الانعقاد المقبل تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة العمل الوطني. من جانبهم أعرب رئيسي مجلسي الشورى والنواب والحضور عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك، وأشادوا بتوجيهات جلالته والتعاون البناء القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن هذا التعاون أوجد لهم التقدم الأفضل نحو تعزيز هذا التعاون. وقد جاء في التقرير السنوي لمجلس الشورى إنجازات المجلس ولجانه، كما تطرق إلى مناقشات المجلس لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين والأسئلة الموجهة إلى الوزراء. أما التقرير السنوي لمجلس النواب فقد اشتمل على خلاصة ما تم إنجازه من أعمال وإنجازات طوال دور الانعقاد الماضي.